حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم، ونبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تصدر تقريرا خاصا عن سوريا يسلط الضوء على مأساتها خلال 10 سنوات. والشرطة البريطانية تبدأ تحقيقا حول دور أسماء الأسد في الحرب السورية حسب صحيفة التايمز البريطانية. وإحياء للذكرى 10 للثورة السورية، قناة حلب اليوم تخصص 4 أيام لتغطية فعالياتها اعتبارا من يوم غد الاثنين. أهلا بكم. عرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا لمحة عن المأساة في سوريا خلال السنوات 10 الماضية، مستخدما بذلك 10 أرقام للدلالة على حجم معاناة السوريين. حفظ الله. مع بلوغ الصراع في سوريا عامه 10 هذا الشهر، فإن الخسائر والآثار مذهلة. هذا ما كشف عنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مضيفا أن قرابة 5 ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ بدء النزاع لم يعرفوا أبدا أوقات السلم، كما ولد 1 مليون طفل كلاجئين في البلدان المجاورة. المكتب تحدث عن تضرر البنية التحتية للبلاد، وعن الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار ووصول الجوع لأعلى مستوياته، واستخدم 10 أرقام للإضاءة على ما عاناه السوريون خلال عقد من الزمن، أهمها 264، وهو عدد من قتلوا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، 13 مليونا، وهو عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار من بيوتهم، وهم يشكلون 60% من سكان سوريا، نصفهم لاجئ خارج البلاد، ويشكلون ربع إجمالي عدد اللاجئين حول العالم، 13,400,000 شخص، وهو عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا. ويؤكد المكتب الأممي أن هذا العدد يشكل 3 أضعاف عدد الأشخاص المحتاجين الذين حددهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نهاية عام 2012. 2.5 مليون، وهو عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في سوريا. 12، وهو عدد الساعات التي يعملها بعض الأطفال يوميا فقط لشراء الخبز أو كيلو من الخضار لإعالة أسرهم. 7,600,000، وهو متوسط عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا شهريا بين شهري كانون الثاني وأيلول عام 2020. وقبل أيام أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت على ضرورة تعزيز جهود الكشف عن الحقيقة وإعمال العدالة في سوريا بعد عقد من الزمن وتعويض الضحايا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد الناصر تعتاع، مدير منظمة أنا إنسان الخيرية مباشرة من إسطنبول. مرحبا بكم دكتور على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، ما أهمية ما تحدث عنه مكتب الأمم المتحدة، خصوصا وإنه يعني دعم كلامه بلغة الأرقام؟ حياكم الله. أهلا بك. طبعا منظمة إنسان الخيرية وليست أنا. إنسان الخيرية، تمام. أشكرك للتصحيح وأعتذر منك. نعم. بسبب هذا الخطأ المطبعي، تفضل. الله يزيد فضلك ويسلمك. طبعا هذه الأرقام التي تحدثت عنها الأمم المتحدة حقيقة هي أكثر من ذلك بالواقع المعايش خلال 10 سنوات الماضية، حيث تعلمون جميعا أن هنالك أكثر من 400,000 قضوا نحبهم على الأراضي السورية نتيجة هذه المأساة التي مر بها الشعب السوري، وهذا الرقم ليس بالرقم البسيط والقليل. نتحدث عن أن أغلب الشعب السوري يعيش مأساة، نتحدث عن أن 13 مليون هؤلاء
يعيشون في النزوح وفي دول اللجوء. إذن كم تبقى من أعداد؟ يعني نحن نتحدث عن ما نسبته 60% وأكثر، وهذا ما أكده هذا التقرير. صحيح. هم في دول اللجوء وفي الشتات وفي النزوح ويعيشون بين الدمار. فإذا التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة تقرير واقعي، وهو ما يعيشه الشعب السوري حقيقة منذ 10 سنوات، حيث دمرت الإنسانية وبعدها أكيد البنية التحتية. نعم، يعني هنا تضاعف عدد المحتاجين كما أورد تقرير الأمم المتحدة، يعني ضعفين أو ثلاثة عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية. كيف يمكن تلبية احتياجات كل هؤلاء مع تضاعف أعدادهم؟ طبعا من الصعوبة أن تلبي مثل هذه الحاجة. نحن نتحدث عن ملايين، نتحدث عن مدارس هدمت، مؤسسات هدمت وعطل الموظفون عن أعمالهم، نتحدث عن بطالة تعم ملايين من الأشخاص الموجودين على. طيب ما هي الآلية التي يجب اتباعها للاستجابة لكل هؤلاء؟ طبعا الآلية هو البحث عن حل سياسي نستطيع من خلاله الإيقاف هذا النزيف المستمر منذ 10 سنوات، والذي بدوره يستطيع الإنسان أن يرجع إلى عمله ويمارس مهامه. هذه أقرب طريقة للخلاص من المأساة التي يعيشها الشعب السوري، لأن عندما تحدث عن ملايين هذه دول لا تستطيع أن تعمل لمصلحتهم أو لا تستطيع أن تؤدي حقوقهم، فبحاجة إلى حل. هذا الحل نحن يعني كشعب سوري متأملين خيرا، ننظر أنه بات قريبا أن هذه الثورة السورية التي قامت ستؤتي أكلها قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الناصر تعتاع، مدير منظمة إنسان الخيرية، كنت معنا من إسطنبول. قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية جوي هود إن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق العدالة في سوريا ومحاسبة نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبها بحق السوريين. وأشار هود في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في دمشق بمناسبة الذكرى 10 للثورة السورية، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الأمم المتحدة لمتابعة المساءلة والمطالبة بالإفراج عن آلاف السوريين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي. بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة إلى أسماء الأسد لدورها في التحريض والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية. بحسب صحيفة The Times البريطانية، فقد تواجه أسماء الأسد محاكمات محتملة قد تفقدها جنسيتها البريطانية، مشيرة إلى أن أسماء ازدادت قوتها وظهورها ووسعت إمبراطورياتها، توسعت أيضا إمبراطورياتها الخيرية والتجارية، وألقت الخطب الداعمة لقوات النظام بعد انتقالها إلى سوريا وزواجها برئيس النظام بشار الأسد. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، مباشرة من برلين. مرحبا بك أستاذ أنور على شاشة حلب اليوم. الذي دفع بريطانيا للقيام بهذا التحقيق ضد أسماء الأسد؟ نعم أستاذ أنور، هل تسمعونا؟ قطع الاتصال مع الأستاذ أنور. أستاذ أنور، لا أدري إن عاد الاتصال للأستاذ أنور. أستاذ أنور، إن كنت تسمعني أعيد سؤال عليك. ما الذي دفع بريطانيا للقيام بهذا التحقيق ضد أسماء الأسد؟ طيب، انقطع الاتصال من المصدر، سنحاول العودة للاتصال بضيفنا من برلين.
شكل لقاء الدوحة الثلاثي حول سوريا الذي شارك فيه كل من تركيا وروسيا وقطر محورا جديدا في مسار الملف السياسي في سوريا، لكنه ليس بديلا عن أي مسار آخر وفقا لمولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركية. التقرير التالي والتفاصيل. مسار الدوحة تحرك سياسي جديد ليس بديلا عن جنيف وأستانا، وإنما متمم لهما بهدف الوصول إلى حل سياسي يتوافق مع القرار الدولي 2254، هذا ما أكده وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو. التحرك السياسي في الدوحة هو الأول عقب تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تزامن مع خيبة أمل دولية من مسار الحل السياسي في سوريا، أمر جعل الجميع يفكر بطريقة جديدة حيال الملف السوري، لا سيما روسيا التي تكثف تحركاتها لكسر العزلة السياسية والاقتصادية عن النظام. وهنا يجري حديث عن تنازلات قدمتها موسكو خلال تحضيرات اللقاء الثلاثي، على رأسها تأجيل الانتخابات والضغط على النظام لإنشاء هيئة حكم انتقالي بالتوازي مع استمرار عمل اللجنة الدستورية والسماح بدخول المساعدات إلى مناطق المعارضة مقابل تعهد دول الخليج بالمساهمة بشكل أكبر في برامج الأمم المتحدة للمساعدات المخصصة للمناطق التي يسيطر عليها النظام، بالإضافة لعودة النظام إلى الجامعة العربية، إلا أن لافروف ركز فقط على ملف المساعدات الإنسانية خلال اللقاء بحسب صحيفة المدن. تحركات روسيا وصفها يحيى العريض المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية بالبهلوانية، مضيفا أن موسكو ترمي للابتعاد عن جوهر المسألة السياسية السورية، وهي محاولات لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى اقتصادية، فيما تدأب موسكو لإفراغ القرار 2245 من مضمونه. الموقف الأمريكي الرافض للتطبيع مع النظام والمصر على معاقبته على جرائمه ضد الشعب السوري لا يخلو من تحرك لدفع العملية السياسية. وهنا يجري حديث عن تحرك في الأمم المتحدة تقوده واشنطن وتعلم به روسيا لإعطاء دفعة جديدة تجاه تنفيذ القرار الدولي 2254 المتفق عليه والمختلف على آليات تنفيذه. ونعود للأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية مباشرة من برلين. مرحبا بكم أستاذ أنور، أرجو أن يكون صوتي واضح ويصل لحضرتك. كنت قد سألتك عن الدوافع التي أوصلت بريطانيا لهذه النقطة، القيام بتحقيق ضد أسماء الأسد. تحياتي لك والمشاهدين الكرام. بالواقع هناك جهد قانوني بذلته العديد من المنظمات السورية والنشطاء من أجل محاسبة النظام الأسد، وربما ما حدث في الضغط الذي حدث إن كان في ألمانيا بالمحاكمات التي جرت وصدر بها قرار، أو بقرار البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ يومين، كل ذلك شجع بل منع أي دولة أن تفكر أو تعيد تفكير بأن هؤلاء المجرمين يمكن إعادة تأهيلهم أو التعامل معهم، وبالتالي بدأوا باتخاذ إجراءات على ما يبدو تجاه محاسبة هذه المجرمين. هذه الموجة التي تم تنشيطها بما حصل من توثيق النشطاء السوريين الذين بذلوا حياتهم في بعض الأحيان ثمنا لتوثيق هذه الجرائم، الآن بدأت تؤتي ثمارها وبدأ العالم يعترف، هو يعرف سابقا لكن الآن بدأ يعترف ويقر بأن هؤلاء المجرمين لا يمكن أبدا التعامل معهم ويجب بعد كل هذا إلى أي مدى يمكن لبريطانيا أن تسحب أو تسقط الجنسية البريطانية عن أسماء الأسد، وإلى أين ستصل الأمور حسب نظرتك القانونية؟ إسقاط الجنسية هو إجراء إداري، لكن الأساس هو أن يتم ملاحقتها قانونيا وتصدر مذكرة توقيف دولية بحقها. أيوة. باعتبارها ساهمت بتشجيع وتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. القرار الذي صدر في ألمانيا مؤخرا أكد بشكل قاطع أن النظام
ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لا يمكن لأحد الآن أن يقول أنه ربما هناك جرائم ضد الإنسانية. الآن هناك واقع أكيد قانوني أكد أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا، وهذا يعني أن كل النظام متورط فيها من رأسه حتى كل ضباط الأمن والجيش الذين ما زالوا يقتلون ويخصفون الشعب السوري. وبالتالي هذه السابقة القانونية بإثبات الجرائم ضد الإنسانية في سوريا الآن تجبر الجميع على أن يعتبر هؤلاء المجرمين أصبحوا مطلوبين بنظر العالم والقانون. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، كنت معنا من برلين. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا، لكن بعد فاصل قصير. في مبادرة فريدة، إدارة الهجرة في مدينة غازي عنتاب التركية تقيم معرضا فنيا للخط العربي. تضحيات كثيرة قدمتها نساء خلدت التاريخ أسماءهن، كلنا نمتلك قصة تستحق التوثيق. نتطلع اليوم نحن النساء إلى بناء المجتمع. نحن ببرنامج صوتك بغير، ومن خلال قصصكن سنلقي الضوء على تجاربكن وسنعمل على حلها لننسج دربا نبني خلاله مجتمعا قويا متينا متماسكا، لأن الطريق أقصر عندما نسيره معا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف، تأتيكم من قناة حلب اليوم. مع اقتراب موعد ذكرى انطلاق شرارة الثورة السورية، تفرد قناة حلب اليوم تغطية خاصة لهذه الذكرى تمتد على مدار 4 أيام بواقع ساعتين يوميا، تبدأ غدا في 15 من شهر آذار وحتى 18 من الشهر نفسه، وذلك لتستضيف أبرز الشخصيات الثورية والسياسية والعسكرية إلى جانب سلسلة من التقارير والاستطلاعات من داخل المناطق المحررة. ننتظركم، فكونوا معنا على الموعد. وضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية 10 لانطلاقة الثورة السورية، سوريون ينظمون مظاهرة في حي الفاتح بولاية اسطنبول التركية. التفاصيل في هذا التقرير. في ذكراها 10 بادر الناشطون إلى إحياء ذكرى الثورة السورية تحت شعار أتممنا العقد وما زلنا على العهد، والتي انطلقت في 15 من آذار عام 2011. أننا مستمرون حتى النصر وحتى الخلاص من هذا النظام المجرم، النظام الذي قتل الأطفال والشيوخ وهجرنا من أرضنا رغما عنا، ولنقول للعالم أجمع أننا صامدون وباقون ما بقي الزيتون حتى النصر إن شاء الله، وحتى أن نعود إلى بلادنا معززين مكرمين دون الاحتلال الروسي والنظام الأسدي. على الرغم من صعوبات اللجوء والتهجير الذي عانى منه معظم الشعب السوري جراء انتفاضه ضد نظام الأسد، إلا أنهم مصرون على المطالبة بالحرية والعدالة على حسب تعبيرهم. ما في حق بيضيع ورام طالب، يعني احنا عم نطالب بحقوقنا، انه بدنا مناصرة، بدنا عدالة حقيقية، بدنا عدالة انتقالية، بدنا المعتقلين، بدنا كل المعتقلين، ما بدنا بس يعني انه نطالب بفئة معينة، بدنا كل المعتقلين. سنعيد ثورتها الأولى، هكذا ردد المتظاهرون هنا تأكيدا على مطالب الثورة السورية بعد 20 سنوات من انطلاقها. من مدينة اسطنبول تركيا، نعم العلواني، حلب اليوم. ما لا يقل عن 300 صحفي قتل في سوريا بسبب وجودهم في أماكن تبادل إطلاق النار أو اغتيالهم بشكل مباشر خلال السنوات 10 الماضية بحسب شبكة مراسلون بلا حدود. الشبكة استندت إلى أرقام المركز السوري للإعلام الذي وثق اعتقال ما لا يقل عن 300 صحفي آخر وخطف ما يقارب 100
منذ عام 2011. الشبكة أشارت أيضا إلى مغادرة مئات الصحفيين إلى دول اللجوء هربا من الاعتقالات والموت المحقق، مما أفرغ البلاد من الأصوات الإعلامية بحسب التقرير. احتج أهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقية على ممارسات قسد المتمثلة بفرض التجنيد الإجباري على المدرسين. وذكرت وكالة سوريا ون أن أهالي مدينة البصيرة أغلقوا المجمع التربوي في المدينة احتجاجا على تحويل قسد للمدارس لمقرات عسكرية وفرض التجنيد الإجباري على المدرسين. وأضافت الوكالة أن الأهالي طالبوا قسد بإغلاق أو إخلاء المدارس وإعادة تأهيلها بعد أن تحولت لمقرات عسكرية وسرقت محتوى. أعلنت شبكة الإنذار المبكر عدم تسجيل أي إصابة أو وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، وأضافت أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من الفيروس، مشيرة إلى أنها أجرت 345 تحليلا جديدا ليبلغ إجمالي عدد التحليلات التي أجريت 99,833 تحليلا وفقا للشبكة. وفي مبادرة فريدة نظمت إدارة الهجرة في غازي عنتاب معرضا للخط العربي سعت من خلاله إلى دمج الشعب السوري والتركي معا. المزيد في هذا التقرير. في مبادرة هي الأولى من نوعها وبعنوان الخط الجميل، أقامت إدارة الهجرة في مدينة غازي عنتاب معرضاً فنياً لتعريف الشعب التركي بفن الخط العربي ولكسر صورتها النمطية كمؤسسة حكومية رسمية. هدفنا من هذا المعرض مشاركة الفنون التي حضرها السوريون مع الأتراك في ولاية غازي عنتاب، ففن الخط العربي هو قيمة مشتركة بين البلدان الإسلامية، والشعب التركي لديه اهتمام كبير بالخط العربي ويحترم الخطاطين أيضا. المعرض حظي باهتمام كبير من الشعب التركي حيث لبى دعوة العديد من المسؤولين في غازي عنتاب وخارجها، بالإضافة إلى مؤسسات دولية رحبت أيضا بهذه الخطوة الفريدة. بأنامل سورية صنعت هذه اللوحات والتي جمعت ما بين الزخرفة والخط العربي لتزين جدران إدارة الهجرة وتضفي جواً فنياً راقياً لم يشهده السوريون في تركيا من قبل. عندما هاجرت إلى هنا يعني إلى تركيا انتسبت لمعهد جاسميك تابع للبلدية، تعلمت الزخرفة التركية العثمانية، يعني أنا كنت في حلب أزخرف الزخرفة الفاطمية، والحمد لله يعني أنتجنا لوحات يعني أرجو أن تنال إعجاب المشاهدين. بالحب والشغف خطت السيدة حسناء لوحاتها الفنية، فبعد الانتهاء من رسم كل لوحة تضع لها اسم أحد أبنائها أو أحفادها لتخفف بذلك عن نفسها بعضاً من آلام الغربة. بنعمل لها دراسة، بعد ما بنعمل دراسة بنكتب اللوحة، بننتقي الخط اللي بدنا نكتبه يكون خط مناسب لهي، يعني أي كلام بدنا نكتب له مثلاً بناسب خط الثلث أو بناسب خط الديواني، يعني هيك بنعمل دراسة للوحة. إن أقصى ما وصلت إليه في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه منذ أمد بعيد. بهذه الكلمات عبر بيكاسو عن أهمية الخط العربي، وهو اليوم من جديد يساهم في دمج ثقافة الشعب السوري والتركي معا. وداد باكير، غازي عنتاب، حلب اليوم. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تي في دوت نت. بأمان الله.